استاذ رامي، اعتقد بعد كل اللي حصل ده وبعد ما قبضنا عليك وانت متلبس بالشروع في ارتكاب جريمه، من مصلحتك تعترف. اعترف بايه؟ والله العظيم ثلاثة ما عملت حاجة. شوف يا رامي، خليك قاعد. لا مؤاخذة يا بيه. خليك قاعد. لا مؤاخذة. شايف الناس اللي قاعدين هناك دول؟ بصني واحدة يا بيه. أيوه على مهلك. شوفهم براحتك. شفتهم؟ أيوه يا بيه. الأولاني ده مدير الأمن العام، اللي جنبيه مساعد وزير الداخلية. اللي الناحية دي بقى مدير المباحث الجنائية، اللي جنبه مدير مباحث أمن الدولة. يعني موضوعك كبر قوي وما بقاش جناية عادية. قلت ايه يا مؤيد؟ الله يرحمك يا بابا. اهدى مرة، اهدى واسمعني. عارف دول لو استلمتك هيرحموك، خليك معايا احسن لك. اللي شوفوا يا بيه. الا شوفوا، اهو ده الكلام العاقل. قول لي بقى، معاك قنابل قد ايه؟ وشايلهم فين؟ ماني قلت لك يا بيه، سمير هو اللي معاه القنابل. لو مش مصدقني اسال جوز امي. عادل بيه. الاستاذ شوكت مدير البنك مستني بره. عايز ايه ده دلوقتي؟ بيقول الموضوع مهم جدا. شوف يا رامي يا ابني، مش عيب الواحد يغلط، لكن العيب اننا نتمادى في الغلط، وكل شيء ممكن علاجه، بس المهم صارحني بكل حاجة. مظبوط؟ مظبوط يا بيه، مظبوط. قول لي بقى. أيوه. مين الدولة الأجنبية اللي جندتك وزودتك بالمتفجرات؟ ها؟ يا صغير يا أولاد. هات المتهمة التانية. حاضر يا فندم. أنت متأكد إنه نفس الصوت؟ هو ده مكلمني من ربع ساعة. وطلباته إيه المرة دي؟ مليون منكم، ده غير المليون اللي طلبه مني أنا. إيه منكم دي؟ من الحكومة يعني، هو اللي قال لي كده. مليون جنيه؟ مليون جنيه، واتصل بيا وقال لي إن هو هيحدد ميعاد التسليم إمتى وفين. وإذا ما دفعناش، ما قالكش هينسف إيه المرة دي؟ هي حصلت؟ ده أمن دولة، ولازم تفهموا إن دي آخر فرصة قدامكم، والاعتراف ممكن يخفف عليكم الحكم. خلاص بقى يا رامي، اعترف وخلصنا. ما تبقاش راسك ناشفة واعترف. حاضر، أنا بجيله وبعترف. بعترف إني حمار، عشان حاولت أتدخل وأنجد أرواح ناس أبرية. أنا حمار يا بيه، عمر بن عمار كمان. يعني برضه مصمم على الانكار. سياده اللواء اسمع. اسمع، ما خدناش في داهيه، كفايه اللي احنا فيه. انسه سوسن، استاذ رامي، احنا اسفين جدا جدا على اللي حصل. اتفضلوا. المسناجي؟ لا، تقدروا تروحوا. براي؟ ايوه. يعني هننام؟ لا ننام ايه، يلا بينا احسن يرجعوا كلامه. يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد. اطلب لي مكتب سياده الوزير. المجرم مازال طليق، ومحدش يعرف عدد القنابل اللي معاه قد ايه بالظبط. ومن مراجعه كميه المتفجرات اللي اتسرقت من المحاجر، يتبين لنا انها كميه مش بسيطه، وده طبعا بيشكل خطوره على امن البلد وأمن المواطنين. وعشان كده يا فندم أنا من رأيي إن مديرية الأمن تتولى القضية دي بكامل أجهزتها. أنا عندي رأي تاني. اتفضل. القضية دي سلاحها الأساسي قنابل، يعني متفجرات. إذا هي قضية أمن دولة من الدرجة الأولى. أيوه، بس مش لازم ننسى إن المجرم اللي عندنا ده مجرم عادي، مش عميل لدولة أجنبية، وجهاز المباحث العامة هو اللي عنده الاستعداد الكامل للتعامل مع مثل هؤلاء المجرمين.
جايز المجرم عادي، لكن السلاح اللي معاه غير عادي، وده من اختصاصنا. بس مديرية الأمن مسؤولة عن أمن المواطنين، وإحنا مسؤولين عن أمن الدولة. بس دي قضية من اختصاص النباهة، مديرية الأمن لازم هي اللي تتولاها. أنا أؤيد زي يا جماعة من فضلكم، القضية دي تهمنا كلنا، ولازم جميع أجهزة الأمن اللي في الدولة تتعاون من أجل هدف واحد، القبض على المتهم وتحريز المتفجرات اللي معاه. عميد عادل. أيوة فن. خيوط القضية معاك من الأول، وعشان كده سيادة وزير الداخلية قرر إن أنت تتولاها شخصيا بنفسك. وزارة الخزانة قررت تديك 1,000,000 جنيه عهدة شخصية عليك، يبقى مهمتك القبض على المجرم وإرجاع 1,000,000 جنيه. أنا عارف طبعا إنها مهمة قاسية، لكن ربنا معاك. يا عصوصين انا فوق يا سوس. يا اخويا اقول الحمد لله، ادينا خلصنا من موضوع سمير ده. همي ونزحنا على كتافي، اهو البوليس يصطفي وياه ويريحني، ادي نفسي بس دول خلعته. الحمد لله. تبطل. لا لا لا، عايزها معزنه. اصلي هغسل وشي. ضلني اعمل لك ايه؟ عايز صابونه بريحه. لازم مريحة. إلهي ربنا يريحك يا عم حسنين. ها؟ يعني يريح قلبك. خد يا عم حسنين بورقتها والله وبريح. تشكر. ربنا يخليك. يا زو. ربنا يكرمك أنا بحبك. يا زو. تشرب شاي. يا أبو الزو. ما تشرب شاي بقى. يا زو. ده اللي قال اختار الدار اختار الجار قبل الدار. عارفة يا سوسن؟ مش هيريحني من عم حسنين غير حاجة واحدة. حاجة ايه؟ اني اتجوز وكان كده في شقة حلوة. تتجوز؟ ومين دي اللي ترضى بواحد زيك؟ فنان وزو شخصية مجنونة. واحدة مجنونة زي؟ الله الله الله، بقول لك ايه؟ احترم نفسك ولم لسانك وخليك مؤدب. الله الله، انت حتى ترجعت لباخي ليه تاني؟ ما انت كنتي كويسة. دي مالها دي؟ بلاش. قال قولي لي يا ساوسة. انت مخطوبه يا ابني؟ انا مش فاضيه للكلام الفارغ ولعب العيال ده. فالخطوبه والجواز لعب عيال؟ انت عايز ايه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش. لا والنبي يكون قصدك. يعني انت موافقه؟ موافقه على ايه؟ ده انا عريس لوك لا اب ولا ام، مقطوع من شجر، حتى جوز امي دلكته. انت كل حاجه تاخدها ببساطه كده. واحنا عجبها ليه بس؟ قولي موافق. قول ما ودي وندو كان خافك. الو مين؟ زي ما بوظتي لي النهاية تألف لي نهاية تانية، بس تكون نهاية سعيدة لا فيها بليس ولا دم ولا رصاص. ولا انت ما بتحبش مجدي، قدامك 6 ساعات وهتصل بيك وتكون جاهز، وإلا بشرفي هخلي مجدي يتصرف. البوليس اتصرف وياه. افرد اذاك هيعمل ايه يعني؟ هينزف العربيه ينزف على اجاني يريحني منه. افرد نصفها وانت جواها. صحيح ده مجنون وممكن يعمل. انا الهباس اللي كان خلاني اقلب الروايه الهباب دي. انت لازم تختفي من قدامه حالا. صح، انا هسافر البلد، اروح اكن عند جوز امي. جوز امك ايه بس؟ ما هو زي ما عرف عنوانك هنا هيعرف عنوان امك وجوز امك. صح، امال اروح بايه؟ اسمع، انا جات لي فكره. احنا عندنا شقه في اسكندريه ما بنروحهاش غير من الصيف للصيف. هروح جاري اجيب المفتاح قبل ما تلم هدومك، فاهم؟ صح. مش هتاخر. ساوسه انا مستنيك، اوعي تعوجي.